ما تقلقش اكيد. لا ولا قوي كمان، انا صارف على الشغلانه دي 100,000 دولار. انا عارف، انا عايز تمامها الاسبوع اللي جاي اللي بعده بالكتير، وما يهمكش اصرف اللي انت عايزه. خد معاك دلوقتي 20,000 دولار. يكين انا عمري ما شفتك بتصرف بالشكل ده. اصرف؟ انا مستعد اصرف كل اللي حيلتي واستلف كمان. نفسي ابويا يبقى يشوفها كده وهي بتشم من على جزمتي وصورها زي بالظبط كده، اصور رولا بعد ما ماتت وفرتوس. فارس فارس ساري عندنا. يا اهلا يا اهلا سامي. له عندنا مكافأة كبيرة أوي، 50,000 دولار. ياه، 50,000 دولار. اتفضل انت يا سامي دلوقتي، مش عايز حد يحس بغيابك. امتى بتعلق على كلمة بقولها؟ مش قصدي يعني، بس اصل 50,000 دولار كتير قوي على سامي يعني. هات امك، تسيب كلام امك بره على الباب قبل ما تخشلي. بطل بقى شغل الشحاته بتاعك ده يا ابو شمعة. انت مش ناوي تبطل جو المراقبه اللي بتراقبهولي ده ولا ايه؟ نزل رجلك وانت قدامي. اوعى تفتكر ان انا براقبك علشان انت شخص مهم. لا، اي حد يخش مكتبي هنا لازم يبقى متراقب، لازم يبقى قدامي بلبوس، بلبوس في علبة ازاز، بلبوس يا ليلي، بلبوس. عملت ايه؟ جبت لك واحدة صاحبتي هتعجبك قوي يا كينا. عندي مكافأة كبيرة قوي، بس بعد ما يمشي فارس أصله بيبص وعينه وحشة قوي. فارس. نعم. الأسبوع اللي جاي هنطلع شرم الشيخ. شرم الشيخ؟ سامي عازمنا عزومة كبيرة قوي هناك. اشمعنى؟ مالكش دعوة. يلا يلا، علشان ليلي عايزة تقول لي كلمة في السر. يا بيبي انا عارفه ذوقك كويس قوي، فاكيد اخترت لك البنت المناسبه. مالك مش عارفه توضعي بنتك ليه يا مدام خلود؟ مدام خلود، الفتره اللي فاتت احوالك وشكلك مش عاجبني، ارجوكي لو في حاجه قولي لي عشان اقدر اساعدك. انا مش عارفة ارضع بنتي. انا بنتي ما نامتش طول الليل، انا خايفة بنتي تروح مني. طب اهدي اهدي بس واحكيلي. انا مدمنة، ارجوك يا دكتورة تساعدي بنتي. طب اهدي اهدي وكله هيبقى كويس. انجز عشان الدكتور بيمر. 2,000 جنيه. اقل من 5,000 جنيه ما تتكلمش معايا. 4,000 جنيه مفيش غيرهم، وتروح تزوروها في بيتها. انت بتقول ايه؟
5000 جنيه وتخليني اروح معاكم ابارك لها. دكتور انت اكيد لسعت، انت مش عارف هي متجوزه مين؟ متجوزه واحد ما بتحبوش. مين اللي قالك؟ دي بتعشقه. كدب كدب. ناهي ما بتخبيش عني حاجه يا سميحه. ناهي بتحبني انا. بقول لك ايه يا دكتور، انا مش ناقصه الجنان ده، روح اتعالج وبعدين ابقى تعالى اتكلم معايا. 6000 جنيه. بس على فكره زمايلي عايزين 2000 جنيه. شايلة قلب هيبه، عشان كده عايزاكي تحافظي عليه عشان خاطرنا كلنا وعشان خاطر هيبه. ما تنسيش انك حبلي وما تتعبيش نفسك خالص، وخلي سرك جوه قلبك. انا عن نفسي يعني نايمه طول النهار على السرير. سيبك من شويتين اللي انا عاملاهم في نفسي دول، ده انا بس عشان مستنيه زمايلي اللي في المستشفى. هتصدقيني لو قلتلك يا ست غنيمة إن حتى أبو هبة ما بشوفوش؟ ربنا يكون في عونه قادر يا كريم. اللي في بطنك ده يا ناهد يستاهل التعب، عشان كده حافظي عليه أو حافظي على نفسك. اوعي تنسي اللي أنا قلتهولك، فاهمة؟ فاهمة. ماما أصحابي الجمعة عشان عايزين يباركولك. طب يا حبيبتي أنا جاية. هسيبك بقى ونبقوا نتكلم وبعدين. لا تسيبيني إيه؟ والنبي اللي أنت نازلة معايا، يلا. واحدة واحدة على نفسك بالراحة. قلت لك ايه؟ حاضر يلا. شوف يا عطية، طالما انك انت مش حاسس انك في خطر وانك انت مش هتخرج من المولد بلا حمص، يبقى خلاص. بقول لك ايه يا ام عطية، يعني لا مؤاخذة، يعني بلا حمص بلا ما حمصاش. انا عايزك كده تقعدي وتهدي وتطمني على الاخر. طالما أمينة لسه ما حبلتش يبقى مفيش راحة يا عطية، سامع؟ سامع يما سامع. هتحبل، اعتبريها حبلت خلاص، حبلت. سمعت حاجة؟ أيوة سمعت زغاريد. أما روح أشوف بينوحوا على مين، إله ينوحوا عليه. استناني هنا. حاضر يما، أنا قاعد. مبروك يا ناهي. الله يبارك فيك يا سميحه. الله يبارك فيكم يا بنات، عقبالكم انتوا الاثنين. مين معدي؟ يا مرحى يا مرحى، انتوا زمايل ناهد؟ اهلا وسهلا. اتفضلي يا خالتي اقعدي. على فكره انا مش خالت حد، لكن لو عايزه تريحيني قولي لي يا زوزو. طب اقعدي اقعد يا زوزو. الجماعة اصحاب ناهي وجايين يباركولها. جبروت انتي برضو يا غنيمة، قاعدة يا اختي كده وسط العروسة واصحابها. ده انا لو منك اقعد في المستشفى قلبي واجعني. ويجيني القلب ليه؟ لما ربنا الحمد لله الحمد لله يا رب مديني راجل، مديني حق تالت ومتلت. تزعلني؟ دمها علي نعمة يا رب. طيب
الا قولي لي يا ناه، انت من منصوره يا اختي ولا منين؟ انا من مني يا زوزو. احسن ناس، حلوين قوي كده ومدورين، بس زي ما تقولي كده فيهم العصبيه. الا قولي لي بقى يا سميح، منورين يا جماعة، يا ألف أهلا وسهلا، مرحبا. الله يخليكي، أهلا بيكي يا حبيبتي، ربنا يتمم بخير، ألف بركة. مش تعرفينا بزمايلك الحلوين دول يا نهد؟ النار، النار في يدي يا كريمة. صباح يمه. أنا كريمة. النار في يدي يا صلاح. كريمة كريمة كريمة، غرقتك زيت زيتون يمه، كفاية عاد. محدش يتحرك من مطرحه. آه هموت. أمي هموت يعني، هموت هموت. كأنهم ضيوف العروسة. هي البنت صافي اتجوزت؟ لا لسه. كده كده يبقى حتتجوز الواد ماهر. طيب يما نبقوا نكمله بعدين. ها حسبيني وتمشي وانا مصدعة. كريمة نقعدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي ماتو زي ماتو. دول زمايلي في المستشفى جايين عشان يباركوا لي. أهلا وسهلا، مشرف. مشرفين، منورين. منورك. أنا رايح المكتب. خدني معاك يا أخوي. شكرين يا جماعة. شكرا شكرا. و قاعدة ليه يا ولية؟ ما تقومي تعالي معاي، خلي البنات يقعدوا مع بعضيهم. يو ما تسيبيني يا اختي قاعدة معاهم شوية، عايزة اسألهم عن العذر. عذري عذري ايه يا وليه يا شايبه؟ شايبه مين يا عم؟ طب ده انا ما فيش شعره واحده بيت. ما تبصي كويس يا وليه. هتعيشي طول عمرك وتموتي كدابه. طيب يا اختي انا عايزه اسمع منك انت يا حلوه، شكلك كده اشطر واحده فيهم. اصلها بتتكسف. هو في نسوان بتتكسف اليومين دول ولا ايه؟ اصلها ما بتتكلمش خالص. الكسوف حلو بردك. طيب اسيبكوا بقى عشان تقعدوا براحتكوا. عن اذنك يا ناهد. اتفضلي. خدي راحتك يا حلوه. الا بحق بقى، انت من ساعه ما جيتي ما نطقتيش كلمه واحده. انت مين؟ انا ما عنديش زمايل في المستشفى منقبات. انا وليد يا ناهد. نهارك اسمعك، انت بتعمل ايه؟ انا قلت بردك كده، شكل امك راجل، عرفتك من كلمة شكرا. شكرا يا راجل. اطلع يا بنتي واقفل الباب وراكي، عايزه امك في حاجه بيني وبينها. اطلعي يا هدير، اطلعي اطلعي. اسمعي، هتحطي يدك على المصحف وهتحكي كل حاجه بصراحه. اقسم بالله العلي العظيم لو طلعتي كدابه في كلمه واحده تقرب هبه عندي. ها Thank you.
انت جايه هنا تعملي ايه؟ جاي ياخد الزفت اللي انا باخده. مش هديكي، مش هديكي حاجه تاني، كفايه انت كده هتموتي اوفر دوز. حرام عليك خلود، روحي تعالجي. تعالج؟ انا عندي اموت ولا ان ابويا يعرف ان انا مدمنه الزفت ده؟ مش هقدر ادورك اكتر من كده. أبو سيدك يا سامي، أبو سيدك ما تسيبنيش. طب بتعملي إيه؟ أنا بقول تاخد ناحد وتسكنها برا. مالها؟ ما ملهاش. ذكية منح لله، هي اللي ما عاوزاكش تخلف الواد، خايفة الواد يجش، خايفة على الورث. خلاص مشوها تطلع من الفيلا وخلصنا. يا ريتو كان ينفع يا أخوي، هيقولوا منصور طرد أخوه. يعني أنت جاية عشان ناهد مش عشانك يا غنيمة؟ لا عشان غنيمة ولا عشان ناهد، عشان الحلم، عشانك انت يا منصور. لو قلتلك ان مش هتطمن على الواد الا وناهد تحت عينيكي بتحيرني ليه بس يا اخوي؟ حاضر، يبقى لله الامر من قبل ومن بعد. ولو حاولت الحية دي ترفع راسها اقسم بالله العلي العظيم لكون كسرها لها. هدير يا ابو هبه. بل لما سافرنا اكتشفت انها ما كانتش بتروح المدرسه، قلت جايز نمرها وحشه خايفه من ماده من المواد. رحت المدرسه كلهم بيشكروا فيها وبيقولوا عليها شاطره ممتازه، وده اللي قلقني. كل دي عادي يا ناهد، تلقاها بس متضايقه ان امها اتجوزت. لا 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 لا، انا عارفه بنتي كويس قوي، انا حاسه انها مخبيه عليا حاجه. أنا خايفة إن يكون حد ضحك عليها، دي البنت ما بتشوفش النوم. ما تخافيش، ما تخافيش، ما تخافيش.
ثانك يو ثانك يو شكرا. ايه هدير تعالي سيبنا شوية يا ربيع. حاضر يا كبير. قولي لي يا هدير أنا سامعك. أقولي أمك حاسة إن في حد شغلك؟ أنا؟ لا والله العظيم ما فيش حاجة. لا والله العظيم ما فيش حاجة؟ أمال تكره تروحي المدرسة ليه؟ ما عاوزاش تتعلمي ولا أنا السبب؟ أنت لا يعني يمكن تكوني متضايقة عشان اتجوزت أمك؟ لا أبدا والله العظيم ده أنا حتى مبسوطة أوي إن ماما ارتاحت مع حضرتك. أمال مالك؟ في إيه؟ في إيه يا هدير؟ تسيب البنت بعد كده معاها ليل ونهار هقتلك لو سبتيها تاني. كنت في حمام يا فندم والله. حمام ايه ونيلة ايه؟ ما تسيبهاش. انا هجيب لك واحده تانيه تساعدك انت وهي ما تسيبوش البنت لحظه واحده. انت فاهمه؟ يلا امشي. ممكن تفهميني ايه اللي انت بتهببيه ده؟ مش عارفه انا متغيره ليه. ياه كل ده علشان بشتغل؟ عايزاني اقعد جنبك ها؟ صح؟ انت عارفه ان السياحه ما بتجيبش همها دلوقتي. انت عارفه وانا لازم اشتغل لازم اوصل يا خلود ولا عاوزاني افضل طول عمري امد ايدي لابوكي؟
سند فين يا محمد؟ سند عمال تضحك انت ومش عارف ايه اللي بيحصل لي، انا ميت من الخوف. هتموت. اللي واجب بيحصل في واحد زيي. مش كفايه زيت البنت وخليتها مدمنه؟ هي اللي عندها استعداد. مفيش حد بيأذي واحده محترمه. بقول لك يا سند، دي محترمه غصبا عنك. احنا اللي ملناش لا مله ولا ضمير. مش فاهم انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز اغور من هنا. تغور؟ ما هو كيد مش هيسيبك في حالك. اول ما هيعرف ان انت خلعت قبل ما تخلص هيدبحك. انا ماشي. راح فين؟ عايز نصيحه مني؟ روح له على الفندق حالا ودلوقتي حالا. الكلام ده سند قبل ما يعمل كيد. خلاص بقى وحش، لو قربت منه هيهبشني. طب هتروح فين دلوقتي؟ هتروح فين؟ براحتك. محمد كله تمام؟ استاذ خلف انا اسفه، بس انا كان لازم اقول لحضرتك خصوصا وهي في الحاله دي. انا ضميري المهني. لا ضميرك المهني ولا مش ضميرك المهني، خلاص انتهينا. في حد يعرف غيرك الموضوع ده؟ معرفش، بس انا مش هقول لحد طبعا. طيب بصي، الموضوع ده نقفل عليه خالص خالص، مش عايز اي حد يعرف عنه اي حاجة. انتهينا. شكرا، شرفتينا، مع السلامة. بودرة ماشي. ايوه لا قفلت عليها الاوضه. ايوه حصل. وموقف ثلاثه حراسه. لا البت مع الشغاله في مقال تاني. ايوه بقول لك مدمن. بقول لك مدمنه، مدمنه هيروين. اما بتاخد اكتر من جرامين في اليوم. جرامين هيروين. اعمل لها ايه يعني؟ ابوها يجي يشيل قرفها بدل ما هو رايح يتجوز. تبقى حمار. ابو هبه لو عرف ان بنته مدمنه هيخلص عليك انت وهيطلقها منك. امال ليه يودي بنته؟ جدع، نعالجها احنا في السر لحد اما تخف وتتحسن. لكن لو ابو هبه شم خبر احنا اللي هنخسر. يا ابني اسمع كلامي، ولا حتى ابوك. لو قلت الحكم هيسيح ويقول لابوها انا عارفاه. طب استنى استنى، هي حبله ولا طب ربنا يسهل. ماشي، خد بالك من نفسك ووقف شغل اليومين دول لحد ما تفوق. طيب مع السلام. سلام. عطية دي ايش معنى يعني؟ هو احنا ما وراناش غير عطية ولا ايه؟ هيعدي علينا بعد ساعة. انا مش جاية يا حكم، انت وابنك هتحطوا ايديكوا في النار. لا نار ولا جنة، ولدك بيتصرف صح. يبقى ما تعرفش اخوك كويس. انت اللي ما عرفاش قيمة جوزك زين. جوزي؟ لا يا اخويا عارفاه.
كبير حضرتك مشغول، الجوزة ما فيهاش حجر. بطل رط، حط الحجر وخلص خلص. حضرتك مين؟ انا مش فاهم حاجه. انا اللي هريحك من اللي تعبك، وهريح البنات من دوشتك وقله ادبك. ابص رجلك، انا اسف. بص هقول لك، انا عندي فلوس كتير قوي محوشه، وفي كمان عربيه واقفه بره، خدوها بقى. اهدى شويه عشان العمليه تنجح من غير ما تودع. عمليه ايه؟ انا مش عيان، انا سليم. انت عارف مين ده؟ مين؟ متعرفش مين ده؟ لا. ده عمك مليجي. عمك مليجي ده افضل واحسن حلاك صحة في الكوامل كلها. متنساش عم مليجي، بعد الجز متنساش المضاد الحيوي عشان الجرح. خش عليه جز جز. لا لا.